دكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. أهلا بك دكتور. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. مسألة دعوة وتفعيل هذه الدعاوى، يعني هي فاعلة على الأرض، المصريين بيستبدلوا المستورد بمحلي، وكنت لسه بقول نقعد سنين نقول لهم يا جماعة بلاش مستورد وخليك في المحل، يقولك يا سيدي ما فيش مانع الواحد يروق على نفسه شوية. جات الحكاية ناحية فلسطين، لقينا موجات واسعة من المقاطعة. فأنا كنت بقول المصري نبيل ويهب لنجدة أخيه قبل ما ينجد نفسه، يقول لك أنا نفسي ما فيش مشكلة بس اللي جنبي لأ، ومحدش يجي على الضعيف. صحيح، يعني خلينا نقول إن المصري ملوش كتالوج، ودايما خلص. عنده لما بتيجي على الضعيف زي ما انت حضرتك تفضلت. وعندنا احنا عندنا عقيدة، سواء مسلمين مسيحيين، المصريين بصفة عامة عندنا عقيدة ان فلسطين ارض عربية، هي مهد الديانات، هي مهد القدس وبيت لحم، هي لينا تواصل مع اهلنا في غزة. اللي احنا بنشوفه النهاردة يخلي اي بني ادم عنده احساس الانسانية عامة بصفة عامة تتعاطف مع هذا الشعب. الاكبر سجن مفتوح على مستوى العالم اللي هو غزة، بنشوف النهاردة ابادة شاملة لأهالينا من أطفال ونساء وشيوخ، ناس مدنيين ملهاش أي علاقة بالعمليات العسكرية، بيتم إبادتهم وتجويعهم ومنع الوقود والمياه عنهم. فالنهاردة طبعا لازم يكون في رد فعل إيجابي من الشعب المصري، اللي هو ده طبعه في طبيعة الحال، إن هو متعاطف مع القضية الفلسطينية. مع المناظر اللي احنا بنشوفها النهاردة كان رد الفعل بقى الاقتصادي أو الإيجابي زي ما حضرتك تفضلت، كان الشعب المصري كله بقى محرر اعلامي على شبكات التواصل، بقى يتحول بشكل اقتصادي لشكل مقاطعه، زي ما قال كده احنا كنا بنصرف فاتحين يعني حنفيه امداد الكيان الصهيوني اللي بيقتل اهالينا في غزه من اللي احنا بنصرفه من جيوبنا. لا، النهارده حولت دوت بشكل وطني وشكل قومي، قوميه عربيه، الى منتجات محليه الصنع. والمفاجاه ان احنا اكتشفنا يمكن في منتجات احنا ما كناش نعي ليها في الاسواق المصريه، ليه؟ طبعا هي ما عندهاش القدره الدعائيه زي ما بتحصل في البراندات العالميه اللي احتلت الاسواق سواء العربيه بصفه عامه، ان احنا عندنا منتجات مصريه خالصه وطنيه فيها كل المزايا وكل يعني قادره على منافسه المنتج الاجنبي او البراند العالمي. خلينا نقول ان الثوره الاصلاحيه اللي قامت بها مصر في خلال السنوات القليله اللي فاتت حولت ان بقى في عندنا صناعه مصريه وطنيه عندها طموح انها تصل الى العالميه. عشان كده في الازمه اللي احنا بنشوف فيها النهارده وفي تحول بالفكر الفكر الاستهلاكي المصري، ان هو يتحول من براند عالمي ممكن يكون هو مصدر الدخل للعمليات العسكريه ضد اهلنا في غزه، ان انا تحولت الى منتج مصري، فاجئنا ان احنا الحمد لله عندنا منتجات وطنيه قادره على المنافسه لا تقل جودتها ولا سمعتها المنتجات الموجوده بالفعل واللي قبلها براندات عالميه. بالفعل يعني احنا نفس القضيه الفلسطينيه على قد ما اقدر النهارده مصر ان هو يقدر يشوف ان هو خطوات اهالينا في غزه اللي دي ان انا دعيت لاهالي في غزه. فكل دوت بنقول خطوات ايجابيه من قبل المواطن المصري بكافه طوائفه وكافه افكاره السياسيه وكافه انتماءاته العقديه لدعم القضيه الفلسطينيه. لا، المصريين مذلين. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الدكتور دكتور محمد، كل الشكر الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكليه السياسه والاقتصاد بجامعه السويس.